بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ انا جاي لكم النهارده بريفيو عن البرفان بتاع تندر، ودي العلبه بتاعته اهيا. جاي اقول لكم ان هو من اروع ما يمكن. البرفان هادي رقيق جدا، تحفه. ريحته تشدك كده، هو من النوع اللي هو مش بتتضايقي لما بتشميه، او قوي 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 قوي، لا هو ناعم جدا، هادي جدا. دي العلبة هي بتبقى من جوه بالنظام ده كده بالظبط اهو. ده شاور اهو، انا مستعملاه، تحفة، ريحته حلوة قوي. هو طبعا الشاور بتاعه نفس ريحة البرفان، البرفان اهو برضك مستعملاه، ريحته تحفة تحفة. حتى الازازة شيك جدا، لو انتي حطيتيها على تسريحة ولا حاجة جميلة قوي. وده بقى اللوشن بتاعه اهو، ناعم جدا على الجسم وبيدي طراوة كده ونعومة بعد الحمام. ريحته تحفة تحفة تحفة، يمكن ريحته اما بتحطيه اكنك حاطه البرفان بالظبط، تحفه. دي اهي ازازه عباره عن لوشن بريحه برفان تندر، هي 60 جرام. دي 60 جرام اهي، 60 جرام، يعني برضو بتقضي كتير جدا. انت بتاخدي منها ايه؟ يعني حاجات صغنطوطة جدا كده، بتدي ريحة حلوة. وده كام جرام مش عارفة، بس 150 ملي، 150 ملي برضو كويس، يعني حجمه كويس اهو، 150 ملي. والتندر طبعا انا ده بستعمل مستعملها من زمان جدا، وبحط منها كتير، ما بتخلصش بسرعة اهي، تحفة تحفة. حتى لو حطيتي منها لبنوتك او لاي حد، ريحة هادية جدا وجميلة. انا قلت اعمل معاكم الريفيو ده، اي حاجة انا بجربها وبلاقيها تحفة باجي وبرجع لكم واقول لكم عنها. دي مصداقية، يعني عمري ما هجيب لك منتج انا ما جربتوش، لا انا جربته هو، بدليل اهو اهو. فدي عن تجربة، وجربيها وشوفي، يعني عجبتك ماشي، ما عجبتكيش انت ما خسرتيش حاجة، لانها هي رخيصة جدا. يعني الثلاث مجموعات دول ب50 جنيه، ولا حاجة ولا حاجة، يعني انت ما بتجيبي ازازة زي دي من بره بالمنظر ده والشياكة دي والريحة الحلوة دي، اكيد اكيد هتوصل اكتر من 50 جنيه. فبمجرد ان انت تجيبي التلاتة دول عرض على بعضهم ب50 جنيه، يبقى انت ما جبتش حاجة. لو قسمتيها مش هتلاقيها مبلغ، يعني هي جاية يعني يعتبر ازازة البرفان واقفة على 20 جنيه. فبالنسبة للتمن ده هي تحفة. فيا حبايبي انا جيت قلت نقلت لكم التجربه بتاعتي بتاعه تندر، ف ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامه.